مفيش شك طبعا ان غسيل الاسنان بالفرشة والمعجون مرتين في اليوم على الاقل، مرة الصبح لما نصحى من النوم ومرة بالليل قبل ما ننام مع استخدام الخيط الطبي عشان نزيل بقايا الاكل اللي موجودة ما بين الاسنان، دي حاجة مهمة جدا وعشان نحافظ بيها على طبقة المينا اللي هي الطبقة الخارجية على سطح الاسنان من التآكل او ان هي تسوس. وطبعا اللي مش عارف ايه هي طبقة المينا وايه هي الاسباب بتاعت التآكل بتاعها هسيب لكم فيديو فوق في علامة الاي اتفرجوا عليه بعد الفيديو ده. طب انت عارف ان انت لو غسلت اسنانك بالفرشة والمعجون واستخدمت الخيط الطبي واستخدمت غسول الفم بس استخدمت الحاجات دي بشكل مش مظبوط، انت عارف ان هي ممكن تأثر على طبقة المينا وتخليها تتاكل واسنانك تسوس بشكل اسرع؟ هتبقى مصدوم طبعا من النتيجه اللي انت هتشوفها دي. هتقول لي يا دكتور غريبه، دايما بيجي لي عيانين في العياده بتقول لي نفس الجمله دي، تقول لي يا دكتور انا بعمل كل حاجه عشان احافظ على اسناني واسناني برضو بتسوس او ان هي بتتاكل او بتتكسر، غريبه يا دكتور مع اني بهتم باسناني. بص يا دكتور انا مش هغسل سناني تاني لان خلاص الكلام ده كله طلع اشتغالات وانا مش مقتنع بالفرشه والمعجون لان لما بغسل سناني بيها هي بيحصل مشكله. الفكره كلها ان انت بتطبق الحاجات دي بشكل غلط. النهارده انا هقول لك ايه هي القواعد الذهبيه اللي انت محتاج ان انت تنفذها عشان خاطر تحافظ على الاسنان بتاعتك وتحافظ على طبقه المينا ان هي ما تتاكلش واسنانك ما تسوس. يلا بينا. اول حاجه ودي نقطه مهمه جدا وناس كتير بتغفل عنها ومش عارفاها، ما ينفعش ان انت تغسل سنانك بالفرشه والمعجون بعد الاكل على طول. يعني ايه يا دكتور؟ انا بحس ان في بواقي اكل موجوده في بقي، مضمض سنانك بالميه بس وبعد نص ساعة بالظبط اغسل سنانك بالفرشة والمعجون. طيب ليه ده يا دكتور؟ لان انت لو نظفت سنانك بالفرشة والمعجون بعد ما بتاكل على طول ده بيأثر على طبقة المينا بالسلب. ايوه ليه برضو؟ عشان الوسط في الفم بيكون حمضي جدا بعد ما بناكل، وده بدوره بيخلي طبقة المينا تبقى لينة شوية، تبقى كأنها بالبلدي كده طرية. فلو جينا نغسل سناننا بالفرشة والمعجون ده هيسبب ان انت هتعمل تآكل لطبقة المينا او السطح الخارجي للاسنان، وده طبعا هيعمل لك مشاكل كبيرة جدا بعد كده. فعشان كده لازم نستنى نص ساعة وبعدين نبدأ نغسل أسناننا. القاعدة الذهبية التانية وهي إن في ناس برضو بتغسل أسنانها بالفرشة والمعجون وبعد كده تحب بقى إن هي إيه تزود بقى كده أو تجود في الموضوع، يروح جاي متمضمض بمضمضة يكون فيها مادة كلوريكسيدين أو مش كلوريكسيدين، برضو نفس القصة. ما ينفعش إن إحنا نستخدم المضمضة بعد غسيل الأسنان بالفرشة والمعجون على الأقل برضو نص ساعة. عشان من غير ما أدخلك في تفاصيل كتيرة كده، المفروض إن المضمضة لما بنستخدمها على طول بعد غسيل الأسنان بالفرشة والمعجون بتبتدي إن هي تلغي الأكشن بتاعها أو تلغي التأثير بتاعها. لا استفدت من غسيل الأسنان بالفرشة والمعجون ولا استفدت من غسول الفم أو المضمضة. فعشان تستفيد من غسول الفم لازم تستخدمه بعد غسيل الأسنان بالفرشة والمعجون بنص ساعة برضو على الأقل. ده طبعا بغض النظر عن إن إحنا اتكلمنا في نقطة مهمة جدا، لو عندك غسول الفم ده في ماده الكلورهكسيدين ما ينفعش ان انت تستخدمه اكتر من اسبوع او 10 ايام، لو استخدمته اكتر من كده هيبتدي ياكل في طبقه المينا وكمان هيعمل لك اصفرار في الاسنان. القاعده الذهبيه رقم 3 ودي المفروض ان هي معروفه بس الناس بتحب تشغل دماغها شويه. بمعنى ايه؟ ان انت خلاص غسلت اسنانك بس حسيت ان انت جعان شويه، فيا دكتور انا عايز انقنق في حاجه كده، ما ممكن اخد شويه فاكهه؟ يعني ممكن اكل وجبه خفيفه، ممكن اعمل ساندوتش، ممكن اكل مثلا خياره، ممكن اكل تفاحه. ما ينفعش، طالما غسلت اسنانك بالفرشه والمعجون المفروض ان انت خلاص كده ما تاكلش اي حاجه تاني، لان انت لو كلت هنبدا ان احنا نرجع لنفس النقطه او القاعده الذهبيه اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعت رقم 1، وهي ان انت اول ما تاكل هيبدا ان الوسط في الفم يبقى حمضي وطبقه المينا هتبقى لينه، فبرضه هتحتاج ان انت تستنى نص ساعه عشان تبدا تغسل سنانك تاني. وبس كده خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى اكون عرفتكم ازاي نحافظ على طبقه المينا بتاعتنا من التاكل. لو لسه عندنا اي استفسار سيبولي في الكومنتس تحت وانا هرد عليكم. ما تنسوش لايك شير فولو، ولو استفدنا من الفيديو ادعوا لي دعوه بظهر الغيب. سلام.